رمضان بتشوف حاجات في رمضان؟ اقول لك دلوقتي وبعدين نسخه شفطه عامله زفت الطين غباب الطين هو فيه ايه العظيم والمصحف الشريف والمصحف بيطالعين بالكلوت يعني ايه ده؟ فين ابو اللي جاب ابوكي؟ فين امك؟ فين باب العماره؟ من فضلك شوف الكليبات والله العظيم والمصحف الشريف والمصحف وبت نفخه ورا وعامله زفت الطين مقرفه مقرفه حاجه مقرفه بجد والله وبيطلعوها كل يوم تطلع الصبح تحط نفسها في البانيو بانيو يا بيه فين بوليس الاداب؟ هي دي في مصر ولا في البانيو؟ هي هنا فين بوليس الاداب؟ عايزه تروح والله هي وغيرها زي برضو المره اللي طلعت برضو راحت تطلع مش عارف حته كده ما اعرفش ادوها براءه على ايه دي ما اعرفش لكن يعني قله يعني المره دي عندها 62 سنه مين دي؟ عايزه تروح والله هي وغيرها